خالد طوني 21 سنة اتيديون ممارس رياضة ستريت ورك اوت بواحد ستيل نوفو ستيل سميتها ستريت ورك اوت ان ذا روف. دريت ديال ستريت ورك اوت بديتها مؤخرا عامين تقريبا. اما السبور بصفة عامة بديتو من صغري. علاش مفتوحاش؟ ما عندناش لي باغ فحنا بحال لي روس لي زاميريكان. كاين لو ريسك بنادم تيقول لك تخيل زلقات لك يديك ولا ربك شاحات ولا طلع مني كتبغي دير شي حاجة كتكون بيان ميتريزي داك الجو ديالك. والخلعة تتهرس لواحد خصك تحيد الخلعة وتريني. علاش اختاريتي السطوحة والزنقة؟ علاش ما تدخلش شي صال؟ لا بالعكس، علاش هما ما يديرولناش دي بارك فين ترينيو ولا شي فضاءات يساعدونا؟ ما كتعرفوش بزاف في المغرب، ما كاين من غير الكرة ولا الغناء ولا الرقص، هادشي اللي شي يعتمدوا عليه بزاف، تيضيعوا وكنشوف ان تيضيعوا فلوسهم بزاف في دي تيران ديال لي فوتبول، علاش ما يخلقولناش دي بارك فين ترينيو؟ كاينين بزاف دي جروب بار ليجاند بار ليدر مثلا في تمارا كاينين الدراري تيتجمعو كيقادو دي بارك فهمتي هي الريوسهم بارك افي ديب بار فيكس تيترينيو مجموعين وكيطلعو النيفو تبارك الله كاين النيفو في المغرب ديال الرياضي ديال ستريت ورك اوت.